كايزن اورجانيزيشن فاميلي، عيلة كايزن اورجانيزيشن واسرة كايزن اورجانيزيشن في العالم كله. السلام عليكم، انا اسلام وصفي، كايزن دايركتور في كايزن اورجانيزيشن ودايموند دايركتور في شركة جيناس. انا اخوكم اسلام محمد، الام دي اند تشيف اوف كايزن اورجانيزيشن، دايموند دايركتور ان جيناس. لو انت بتتفرج دلوقتي على الفيديو ده معناها انك انت شخص خدت قرار انك انت تكون واحد من عيلة كايزن اورجانيزيشن ومن عيلة جيناس. ممكن تبقى واخد القرار ده بقالك يوم او اتنين، ممكن يبقى بقالك ساعة او اتنين، ممكن لسه دلوقتي حالا قاعد مع الشخص اللي عرض عليك الفرصه دي، وكمان الشخص اللي هيعلمك ازاي تعرف تنجح جوه المجال ده. مبدئيا كونجراتيوليشنز على افضل قرار انت خدته في حياتك، انك انت تنضم للصناعه ديت وتنضم للشركه ديت وتنضم للاورجانيزيشن ديت. خليني اقول لك ان انت في الفيديو دوت هنتكلم مع بعض عن شويه حاجات هتهمك جدا لو انت شخص بادئ البيزنس دوت، واخد الموضوع سيريس، واخد الموضوع بجديه، واخد قرار انك انت تكون واحد من الناس اللي ناجحين في الشغل دوت. هتعرف ثلاث حاجات مهمين قوي، ثلاث حاجات هيساعدوك انك تقدر توصل لكل الاهداف والاحلام اللي انت كتبتها في يوم من الايام على ورقه، ودي كانت السبب لدخولك جيناس، وكانت السبب انك تاخد القرار انك تبدا الاندستري دي. رقم واحد، انت لازم تعرف ايه هي الاندستري دي، ايه هي الصناعه دي، ايه هو البيزنس اللي انت ابتديته، البيزنس ده بيتكلم عن ايه. الصناعه دي اسمها الدايركت سيلينج او النتورك ماركتنج. الدايركت سيلينج بدا من زمان جدا، من قديم الازل، ممكن يبقى قبل الميلاد، لما كانت الناس بتبادل البضاعة بعض. ازاي؟ يعني واحد مع رز وواحد معاه قمح كانوا دايركتلي بيعملوا تشينج او بيبدلوا الحاجات دي مع بعض، فده اسمه دايركت سيلينج، بيع مباشر، يعني من الاشخاص للاشخاص او من المصنع للشخص مباشره. وده كان من قديم الازل. مع تطور المجالات ومع تطور الصناعه ومع وجود الانترنت بدا يظهر الانترنت ويستخدم بمنتهى القوه في مجال الدايركت سيلينج والنتورك ماركتنج. ازاي؟ اي شركه في الدنيا عندها برودكت او عندها منتج، المنتج ده علشان يتعرف الطبيعي بيتعمل عنه دعايه واعلان والكلام ده كله. بعد ما بيتعمل عنه الدعايه بيروح للوكلاء، من الوكلاء للموزعين، لتجار الجمله، لتجار التجزئه، في الاخر بيوصل للمستهلك. سعر تصنيع المنتج بيكون $1، بيوصل للمستهلك في الاخر $10. القصة كلها ان الفرق في السعر ده لما جم يشوفوا الطريقة التقليدية دي بتساهم في مبيعات اي منتج بنسبة كام في المية، لقوا انه ماكسيمم بتساهم الطريقة التقليدية بنسبة مبيعات لا تتخطى 10%. طب وال90% الباقيه دي جايه منين؟ جايه من حاجه انت بتعملها وانا بعملها بشكل يومي. الحاجه دي هي ايه؟ الحاجه دي اسمها الورد اوف ماوث او الدعايه الشفهيه. تعال ابسط لك الموضوع. لو انت النهارده رحت مطعم، اكلت في مطعم مثلا، المطعم اكله عجبك جدا، هتروح تعمل ايه في نفس اليوم؟ تكلم مع اصحابك، المطعم ده اكله حلو، السيرفيس بتاعته حلوه، كل الكلام ده. تاني يوم صحابك هيروحوا ياكلوا في نفس المطعم. نفس الكلام على اللبس، لو لابس لبس كويس صحابك هيروحوا يشتروا من نفس المحل. نفس الكلام في الموبايلات، نفس الكلام في كل المجالات وفي كل الحاجات اللي انت بتبدا تتكلم عنها لما الحاجه بتعجبك، صح؟ طب ما تيجي انا وانت كده نروح للمطعم ده، نخبط عليه ونقول لو سمحت احنا عايزين جزء من المبيعات او نسبه من المبيعات اللي انت عملتها، هل في حد هيديك حاجه؟ لا. خبراء النتورك ماركتنج او خبراء الاقتصاد عموما في العالم كله لقوا ان الناس بتعمل الكلام ده بدون قصد وفي نفس الوقت بدون مقابل، فقالوا طب لو الناس عملت الكلام ده بقصد اكيد لازم يكون في مقابل، ومن هنا جت فكره النتورك ماركتنج والدايركت سيلينج. خليني اقول لك ان حجم الصناعه حسب اخر احصائيات في السنين اللي فاتت كانت بتقول ان الصناعه ديت بتتعامل سنويا في حجم مبيعات $180 بليون، 180 مليار دولار، هو عباره عن حجم التداول بتاع صناعة النتورك ماركتينج. يعني انت النهاردة بدأت في صناعة، الصناعة ديت حجمها $180 مليار. ليه نتورك ماركتينج؟ ليه البزنس ده من افضل الشغلانات اللي ممكن تشتغلها في حياتك؟ وهو اكتر حاجة مميزة فيه انه بعيد كل البعد عن التقليدية. ليه؟ لان النتورك ماركتينج فيه كذا ميزة. الميزة الاولى ميزة اسمها الليفرج اوف تايم او اختصار الزمن. الحاجة اللي انت ممكن تعملها في 30 سنة من الشغل التقليدي، مشروع، وظيفة، ايا كان، تقدر تعملها في 3 سنين، لانك مش بتتحاسب على مبيعاتك المباشرة، بتحاسب على مبيعاتك المباشرة والمبيعات الغير مباشرة اللي بتحصل في الفريق بتاعك. رقم 2، تقدر تسيب ارث طيب لاي حد جاي من بعدك. يعني بمنتهى البساطة جدا، زي ما في ناس بتتولد في بقها معلقة ذهب بسبب المشاريع الكبيرة اللي اهاليها سايبينها لها، انت تقدر تعمل كده مع الجيل اللي بعدك ومع اولادك ومع اولاد ولاد ولادك. ليه؟ لان انت بتسيب لهم فريق من الموزعين اللي بتقدر من خلاله
تقدر تعمل اكبر معدلات العمولات، وده اللي بيخليك تعمل فلوس كتيره جدا تقدر ان انت تسيب بيها ارث طيب لنفسك ولكل الاجيال اللي جايه من بعدك. الميزه الثالثه واللي يمكن انا بشوفها من اقوى المميزات اللي موجوده في الدايركت سيلينج وفي النتورك ماركتنج، وهي فكره ان اي حد يقدر يشتغل الشغل دوت. الشغل دوت مش بيشترط مستوى تعليمي معين ولا مستوى مادي معين ولا مستوى اجتماعي معين. الشغل بتاعنا خليني اقول لك هو بس بيعتمد على حاجه واحده بس، ان شخص طموح وعايز يعمل حاجه في حياته وبيمشي على السيستم بتاع الشغل بتاعنا بيقدر ان هو يوصل لحاجات كتيره جدا. يعني اي حد في اي مكان اي عمر اي شخص في العالم يقدر ان هو يكون شخص ناجح جوه الشغل دوت. لان خليني اقول لك ان المقاومات اللي بتنجح الناس في الشغل دوت مش مقاومات بيكون البني ادمين اصلا مكتسبينها في حياتهم، هي مقاومات بيكتسبها الناس جوه وجودهم جوه الشغلانه ديت، ودي مسؤوليتنا ان احنا نعلمك الكلام ده. الميزه الرابعه اللي يمكن موجوده في الشغل بتاعنا فكره ان الشغل بتاعنا شغل بيبدا تقريبا بدون راس مال، يعني اي حد يقدر برضه ان هو يشتغل البيزنس دوت. هو كل اللي محتاجه انه يكون عنده راس مال 3 ساعات في اليوم يشتغل فيهم الشغل دوت، ويقدر ان هو من خلال الثلاث ساعات دولت يقدر ان هو يوصل لحاجات كتير جدا جدا ويقطع شوط كبير جدا جوه الشغل بتاعنا. يمكن احنا اتكلمنا في اول نقطه عن الهيكل الخارجي بتاع العربيه وهو صناعه النتورك ماركتنج. البوينت الثانيه وهي موتور العربيه، وموتور العربيه عندنا هنا هو شركه جيناس. خليني اقول لك ان شركه جيناس، ليه انا بعتبر شركه جيناس واحده من اقوى الشركات اللي موجوده في العالم. شركه جيناس شركه امريكيه بدات في اورلاندو في فلوريدا في يوم 9 شهر 9 الساعة 9 في سنة 2009، وبدأت شركة جيناس الشركة الأسرع نموا النهاردة في العالم على الإطلاق. شركة النهاردة بتشتغل في أكتر من 140 دولة، يعني أنت تقدر تبلد البزنس بتاعك وتقدر تعمل إكسبانشن للنجاح بتاعك في أكتر من 140 دولة. في شركة النهاردة بتعتبر The fastest growing network marketing company، من أسرع الشركات اللي موجودة في العالم نموا، وخليني أقول لك إن هي أسرع شركة نموا في المجال بتاعنا. فعشر سنين فقط لغير قدرت الشركة ان هي توصل لنجاحات كبيرة جدا. بعد اول 6 سنين في الشركة، الشركة وصلت ان هي عملت مبيعات في السنة واحدة لاكتر من 1 بليون دولارز. في السنة السادسة تعمل في السنة واحدة بس مليار دولار مبيعات، دي اسرع شركة نتورك ماركتنج توصل للرقم ده. مش بس كده، ده السنة اللي فاتت شركة جيناس سنة 2018 وصلت لحجم مبيعات يقدر ب 1.46 بليون دولار، 1.46 مليار دولار مبيعات. ايه الحجم بتاع المبيعات ده؟ اكيد اكيد وراه سر. السر كله فين؟ في ان شركة جيناس بمنتهى البساطة جدا اللي بتشتغل في اكتر من 140 دولة من خلال ويب سايت اسمه jinasglobal.com. jinasglobal.com تقدر من خلاله ان انت تبعت اللينك ده لاي حد يشتري برودكت او يدخل معاك ويبدأ يكون من الموزعين، وتبدأ انت تبدأ بزنس كبير جدا معاه بسبب قوة حجم الشركة دي. السؤال هنا بيقول ليه شركة جيناس من أقوى شركات النتورك ماركتينج؟ رقم واحد، شركة جيناس من أقوى شركات النتورك ماركتينج بسبب الأونرز بتوعها. أونرز شركة جيناس هم 3 أشخاص، راندي ري، ويندي لويس، وسكوت لويس، ناس من أغنى أغنياء أمريكا، ناس الكابيتاليزم بتاعهم أو الموقف المالي بتاعهم موقف قوي جدا. هم من أغنى أغنياء أمريكا قبل جيناس أصلا، بالتالي الناس دي لما فتحت الشركة دي موقفهم المالي قوي جدا. رقم 2، وده الأهم، دايما دايما كلنا بننبسط لما بيكون بكرة أحلى، وأكتر حاجة بتطمن كل الناس اللي بتشتغل في جيناس إن دي شركة الأونرز بتوعها عندهم رؤية قوية جدا. الرؤية دي إن هم يكونوا اقوى واكبر واكتر شركه نتورك ماركتنج من حيث المبيعات على مستوى العالم في السنين اللي جايه. تخيل شركه انت بتشتغل فيها صحابها very hungry، جعانين ان هم ينجحوا، اكيد هتبقى مطمن، لان هم طالما رايحين في حته كويسه ورايحين في مستقبل كويس اكيد انت كمان مستقبلك هيكون كويس. دي النقطه الاولى، الاونرز. النقطه الثانيه، البرودكتس، منتجات شركه جيناس. جيناس يا جماعه عندها منتجات كتيره جدا جدا، اكتر من 18 خط انتاج. بس يمكن الميزه بتاعت البرودكتس او المميزات بتاعت البرودكتس دي، رقم واحد ان البرودكتس دي، ودي نقطه مهمه قوي، برودكتس with very high quality، بجوده عاليه جدا. رقم 2، البرودكتس دي اكسكلوسيف برودكتس، برودكتس حصريه، منتجات حصريه ما بتتباعش الا من خلال شركه جيناس او من خلال حد جوه شركه جيناس.
رقم 3، إنها منتجات كلها عبارة عن براءات اختراع وأفكار. بسبب إيه؟ بسبب الريسيرش أند ديفلوبمنت ديبارتمنت أو الميديكال أدفايزري بورد بتوع شركة جناس، مركز الأبحاث والتطوير المكون من أكبر علماء ومن أكبر دكاترة زي دكتور ناثان نيومن، واحد من أقوى الناس في مجال البلاستيك سيرجري، واحد من دكاترة هوليوود. رقم 2، دكتور فينسنت جيامبابا المرشح للفوز بجائزة نوبل مرتين بسبب الأبحاث اللي عملها على منتجات شركة جناس. رقم 3، دكتور ويليام أمزلاك، كمان دكتور دون أنتر، ودكاترة كتيرة جدا موجودين في الميديكال أدفايزري بورد. ليه الناس دي هم المؤسسين؟ بالنسبة لي الناس دول هم المخترعين للبرودكتس، لأن بمنتهى البساطة جدا شركة جناس البرودكتس اللي فيها very unique. يعني إيه برودكت unique؟ يعني برودكتس فريدة من نوعها بسبب براءات الاختراع بتاعتها، برودكت كمان كواليتي عالي. رقم 2، كومبيتيتيف برايس، برايس او الاسعار بتاعتها اسعار منافسه للحاجات اللي شبيهه ليها، ده اذا كان موجود ليها شبيه في الماركت اصلا. في يوم من الايام واحد قال لي وهو بيكلمني عن البرودكتس بتاع جناس، قال لي البرودكتس ديت هتبيض وشك مع الناس. قلت له يعني ايه هتبيض وشي؟ قال لي هتبيض وشك يعني اي شخص هيستخدم البرودكتس ديت هيقول لك بجد شكرا انك انت قلت لي على المنتجات ديت. اللومينس لاين يا جماعه عايز اقول لكم ان هو واحد من اقوى البرودكتس النهارده اللي موجوده في العالم في الاستخدامات الجلديه وفي علاج مشاكل البشره بجميع انواعها. برودكت فعليا يشرف لما تتكلم عنه مع اي حد في العالم. برودكت بيعتمد على الستيم سيلز تكنولوجي او تكنولوجيا الخلايا الجذعيه، وهي واحده من احدث التكنيكس اللي موجوده النهارده في مجال الطب على مستوى العالم كله. البرودكت الثاني هو برودكت الانستنتلي ايجلس، والانستنتلي ايجلس انا راجل دكتور صيدلي عايز اقول لكم لما شفت برودكت ده الانستنتلي ايجلس اكتشفت ان انا بشتغل في شركه فعليا قويه ان هي تعمل برودكت بالكواليتي دوت. البرودكت الاستخدام بتاعه من اسمه ايج يعني عمر، ليس يعني تقليل، انستنتلي يعني لحظي، يعني تقليل العمر اللحظي. تخيل برودكت بيعمل الايفكت بتاعه في خلال من دقيقه لدقيقتين والناس بتشوف الايفكت دوت قدام عينيهم، حاجه بجد تدعو للفخر. البرودكت الثالث هو النارا. النارا واحد من ضمن البرودكتس القويه جدا اللي ليه ايفكت قوي على كل الناس اللي استخدمته، وهو من اشهر ومن اقوى البرودكتس اللي موجوده في العالم، مصنوع من الكولاجين. وعايز اقول لكم ان الكولاجين اللي بيدخل في تركيب الشعر، في تركيب البشره، في تركيب الضوافر، في خشونه المفاصل وفي علاج خشونه المفاصل. وعايز اقول لكم ان ديت واحده من اكتر البرودكتس الناجحه اللي موجوده على مستوى الميدل ايست كله. البرودكت الرابع اللي يمكن انا بحبه جدا شخصيا هو الجي كوفي. الجي كوفي يمكن هي القهوة الوحيدة اللي موجودة على مستوى العالم اللي فيها فيتامينز، قهوة بتخسس، قهوة بتساعد على الهضم، قهوة بتساعد على حرق الدهون، والاهم من ده كله ان هي قهوه طعمها حلو. يعني انت بتستمتع وانت بتستخدم البرودكت دوت، بتستمتع وانت بتشرب البرودكت دوت. وانت عارف ان احنا يمكن في المجتمعات بتاعتنا كلنا بنحب دايما لما نتكلم عن برودكت او لما نستخدم برودكت، رقم واحد ان يكون البرودكت دوت طعمه حلو. ودي واحده من اقوى المميزات اللي موجوده جوه شركه جناس، هي فكره الاستخدام بتاع البرودكت، انت بتستمتع وانت بتستخدم البرودكت بتاع شركه جناس. ثالث حاجه وواحده من ضمن اكتر الحاجات اللي بتميز شركه جناس هي الكريديبيليتي او المصداقيه. النهارده واحد من الناس، انت اكتر واحد دلوقتي بتشوف الفيديو ده عايز تعرف ازاي انا اكون واثق في الشركه اللي انا بشتغل فيها، لان في قاعده بتقول فاقد الشيء لا يعطيه. وبمنتهى البساطه جدا لو انت بقى عندك بليف في الشركه دي، تاكد تماما انك انت هتعرف تتكلم مع اي شخص عن المنتجات وعن فرصه الشغل اللي الشركه دي بتقدمها. طب ازاي انا ابقى واثق في شركه جناس؟ رقم واحد، اول حاجه الرعايات الرسميه والشراكات اللي شركه جناس عاملاها، زي الرعايه الرسميه لنادي جالاتا سراي التركي، واحد من اكبر انديه اوروبا واكبر نادي في تركيا. رقم 2، نادي دينامو كييف الاوكراني. رقم 3، وده واحد من ضمن الحاجات العملاقه في تاريخ شركه جناس، جناس تمتلك اكبر استاد في البرازيل، اكبر استاد في البرازيل باسمها، اسمه جناس ارينا، اللي بتعمل عليه اكتيفيتيز كتير زي سوبر ليجا واركتيك مانكيز وديزني وحاجات كتيره قوي بتحصل فين؟ بتحصل في جناس ارينا. الفكره كلها كمان مش بس الحاجات دي، لا، جناس كمان منتشره في معظم المجلات على مستوى العالم زي ليبل ماجازين، زي جابان فوج واستراليان فوج، وماجازينز كتيره جدا بتتكلم عن المنتجات بتاعه شركه جناس. كمان البرامج التلفزيونيه الكبيره في امريكا زي انسايد اديشن، زي جود مورنينج امريكا، زي ذا دكتورز، برامج كتيره جدا بتتكلم عن قوه البرودكتس، قوه المنتجات بتاعه شركه جناس، وقد ايه شركه جناس شركه قويه جدا من حيث البيزنس اوبورتيونيتي بتاعتها وكمان المنتجات بتاعتها. واحدة
واحده من ضمن الحاجات المهمه جدا عن شركه جناس ان شركه جناس مسجله في الاتحاد الفيدرالي للبيع المباشر WFDSA. هي اكبر هيئه رقابيه على شركات البيع المباشر على مستوى العالم كله. جناس مسجله في الشركه دي زي الدكتور الصيدلي اللي بيراقب وزاره الصحه. WFDSA هي المسؤوله عن مراقبه كل شركات البيع المباشر على مستوى العالم. واذا الشركه دي مسجله تاكد تماما ان الشركه دي بتشتغل مظبوط، بتشتغل تحت القواعد والاساسيات والجايدلاينز اللي منظمه البيع المباشر بتكون حاطاها. الحاجه الرابعه بعد الاونرز وبعد البرودكتس وبعد الكريديبيليتي والمصداقيه هي فرصة الشغل اللي انت بسببها دخلت الشغل ده او بسبب البرودكتس وبيع البرودكتس من خلال فرصة الشغل دي انت بدأت البزنس ده. ايه هي البزنس اوبورتيونيتي والكومبنسيشن بلان، خطة الدخل وخطة التعويضات اللي شركة جناس عاملاها؟ اكتر من 6 طرق للدخل بمنتهى البساطة جدا تقدر توصلك لكل حلم كتبته في يوم من الايام على ورقة. زي ما ناس كتيرة جدا وصلت جوه جناس للاحلام بتاعتها، انت كمان تقدر توصل، لان بمنتهى البساطة جدا خطة العمولات بتاع جناس هي من اقوى خطط العمولات على مستوى العالم كله. جناس بتطلع اكتر من 50% of sales، من اكتر من 50% من المبيعات بتاعتها عمولات للموزعين اللي بيشتغلوا معه. كده اتكلمنا عن هيكل العربية، اتكلمنا عن المطور اللي اسمه جناس وقد ايه شركة جناس مطور مهول. تعال نتكلم عن ازاي انت هتتعلم السواقة من خلال كايزن اورجانيزيشن. كايزن هي مفهوم ياباني اسمه كاي زن، وكايزن معناها الكونتينيوس امبروفمنت او التطوير المستمر. ويمكن هو دوت الكونسبت اللي اتبنت عليه المنظومه بتاعتنا، فكره التطوير وفكره التعليم وفكره ان احنا كل يوم بنتعلم اكتر، وكل يوم عشان نكبر اكتر لازم نتطور اكتر ونتعلم اكتر واكتر واكتر. وخليني اقول لك يمكن كايزن اورجانيزيشن بتعتبر المنظومه الاهم اللي موجوده النهارده، او اكبر منظومه موجوده على مستوى الميدل ايست وقريب جدا ان شاء الله على مستوى العالم كله. ليه منظومه كايزن هي المنظومه الاكبر على مستوى الميدل ايست؟ لان منظومه كايزن عندها شعار اسمه ايه؟ اسمه وي دون يوز بيبل تو بيلد اور بزنس، وي ار يوزينج اور بزنس تو بيلد اور بيبل. يعني احنا مش بنستخدم الناس عشان نبيلد البيزنس بتاعنا، ده احنا بنستخدم البيزنس بتاعنا عشان نبيلد الناس بتاعتنا، وعشان نبني الناس بتاعتنا، وعشان نكبر، وعشان نطلع اكبر قصص نجاح موجوده. زي اشخاص كتيره جدا جدا انت هتشوفهم جوه كايزن اورجانيزيشن بداوا من الصفر، يمكن زي البدايه اللي انت بتبداها دلوقتي، ووصلوا النهارده لاعلى مراتب النجاح جوه كايزن اورجانيزيشن وجوه شركه جناس وجوه صناعه النتورك ماركتنج. ازاي كايزن اورجانيزيشن تقدر تساعدك وتقدر تقدم لك الدعم؟ خليني اقول لك 3 حاجات مهمين جدا. الحاجه الاولى هو التريننج سيستم اوف كايزن اورجانيزيشن، وهي واحده من اكبر المميزات اللي موجوده في منظمه كايزن. تريننج سيستم زي ايه؟ زي الويكلي تريننج او التدريب الاسبوعي اللي بيحصل كل اسبوع في المحافظه بتاعتك او في المدينه بتاعتك، اللي اسمه الكي ميتنج او الكايزن ميتنج، وهو التدريب الاهم على الاطلاق. عايز اقول لك في يوم من الايام الشخص اللي دخلني الشغل دوت قال لي يا اسلام لو انت النهارده بدأت الشغل معانا وفضلت طول حياتك بتحضر التريننج دوت، تأكد انك هتفضل طول عمرك ناجح في البزنس دوت، واليوم اللي انت هتقرر فيه انك انت تبطل تحضر التدريب دوت هو اليوم اللي انت تروح تقطع فيه الاهداف اللي انت كتبتها اللي عايز تحققها من الشغل دوت. اليوم اللي انت بتقرر فيه انك انت توقف الشغل دوت، روح توقف عن حضور التريننج دوت. عشان كده خليني اقول لك نصيحه مهمه جدا، اوعى تفوت الكي ميتنج او الكايزن ميتنج، لان هي اهم حاجه موجوده جوه المنظومه بتاعتنا. ويمكن التدريب الثاني هو الكايزن داي او الكايزن ميجا داي، والكايزن ميجا داي هو عباره عن يوم بيتعمل كل 3 شهور بيجمع اعداد كبيره جدا من كايزن اورجانيزيشن. وخليني اقول لك ان اليوم دوت بيكون عباره عن يوم فيه باور وفيه حماس وفيه بوزيتيف انرجي. احنا كبني ادمين محتاجين ان احنا نتشارج بوزيتيف انرجي كل فتره. عشان كده برضو نصيحتي الثانيه ليك انك انت اوعى تفوت يوم من الكايزن ميجا دايز في اي مكان وفي اي وقت. النوع الثالث او الحاجه الثالثه هو الكايزن فيستيفالز، واحنا في كايزن اورجانيزيشن عندنا فيستيفالز قويه جدا. انا فاكر كويس جدا بعد تاسيس كايزن اورجانيزيشن ب7 شهور عملنا حاجه اسمها تشينج فيستيفال، تشينج فيستيفال في استاد القاهره، وكان مؤتمر كبير جدا بيجمع حوالي 13000 شخص موجودين تحت سقف قاعه واحده، استاد القاهره، 13000 شخص في حضور كل الجرايد وكل القنوات الفضائيه وكل الصحافه في مصر كانت بتتكلم عن حاجه واحده بس اسمها تشينج فيستيفال. بعدها بسنه عملنا The One
فيستيفال، ويمكن ده وان فيستيفال بالنسبه لي، هو واحد من المؤتمرات اللي كانت في وقتها من اكبر المؤتمرات اللي حصلت في تاريخ النتورك ماركتنج. حوالي 20,000 شخص موجودين تحت سقف قاعه واحده، كلهم موجودين في مكان واحد بيتكلموا لغه واحده بس، هي لغه النجاح، تحت الامبريلا بتاعت كايزن اورجانيزيشن. بعدها بشويه عملنا مؤتمر اسمه كلايماكس، 3 ايام في استاد القاهره، مؤتمر كان فيه نتوركرز موجودين من كل حته في العالم، مؤتمر كان فيه سبيكرز معروفين في الصناعه بتاعتنا وناس من الاي كلاس في الصناعه بتاعتنا، حد زي راندي جيج، حد زي تود فالكوني، حد زي ناس كتيره جدا يمكن من اشهر الناس اللي بتشتغل في البيزنس بتاعنا على مستوى العالم كله. ويمكن بعد كلايماكس حصلت طفره قويه جدا في كايزن اورجانيزيشن في النتائج بسبب وجود الناس 3 ايام بيتعلموا النجاح وبيعلموا اشخاص اخرين من بعدهم ازاي يقدروا ينجحوا في الصناعه بتاعتنا. ومؤخرا كان في عندنا مؤتمر قوي جدا اسمه ذا بلايز فيستيفال. ذا بلايز فيستيفال كان مؤتمر في استاد القاهره برضو، بس كان المره دي بحضور اكتر من 25,000 شخص. كايزن اورجانيزيشن كانت بتنافس نفسها في التريننج دوت، او بتنافس اكبر ايفنت هي عملته قبل كده. مؤتمر موجود في استاد القاهرة بحضور ناس كتيرة جدا من كل حتة في الوطن العربي، سبيكرز موجودين من كل الدول العالم، ناس من أمريكا وناس من ألمانيا وناس من إيطاليا وناس من هولندا وناس من الدول العربية اللي موجودة حوالينا. عايز أقول لكم كان مؤتمر فعليا الأكبر على الإطلاق في إندستري النتورك ماركتينج. وعايز أقول لك إن يمكن وأنا جوه المؤتمر دوت كنت فخور بقد إيه أنا جزء، حتى لو جزء صغير جدا، من منظومة كايزن أورجانيزيشن وبلايز إيفنت. انت محتاج تشوف الفيديو بتاعه، محتاج تفتخر بحجم الكيان اللي انت النهارده بتشتغل معاه. النقطه اللي بعد كده في التريننجز، وهي مؤتمرات تدريب القاده، الليدرشيب تريننجز. الليدرشيب تريننج زي ليدرشيب وركشوب، زي ليدرشيب تريننج، زي ليدرشيب كامبس، وهي مؤتمر للاشخاص المعينين اللي بيقدروا ان هم يحققوا تارجت معين في فتره معينه عشان يكونوا موجودين في مكان معين. بيحصل ايه جوه المكان دوت؟ محتاج تسأل الأفلاين بتاعك، الشخص اللي دخلك البيزنس دوت، لو الراجل دوت كان واحد من الناس اللي كانت موجودة في المكان دوت قبل كده، خليه يحكي لك عن الاكسبيرينس بتاعته. وحتى لو حكى لك عن الاكسبيرينس بتاعته، أنت مش متخيل الموضوع هيكون عامل إزاي، لأن دايماً اللي بيعيش الحاجة غير اللي بيسمع عن الحاجة أو اللي بتتحكي له الحاجة من أي شخص تاني. اكسبيرينس الليدرشيب اوعى تفوتها جوه كايزن اورجانيزيشن، لان دوت المكان اللي احنا بنسميه مصنع القاده او مصنع الليدرز، اللي بيخرج منه الناس النتوركرز اللي بيغزوا العالم بعد كده وبيكونوا من انجح الناس اللي بتشتغل في الصناعه بتاعتنا وبتشتغل في الشغل بتاعنا. الحاجه الثانيه اللي موجوده جوه كايزن اورجانيزيشن بعد التريننج سيستم يمكن هو الاونلاين سيستم اللي موجود في كايزن اورجانيزيشن. وكايزن عندها اونلاين سيستم مهم جدا، محتاج انك انت تعرفه ومحتاج انك انت تتعلمه، لان دوت الحاجه اللي هتخليك تبقى عندك نتورك وعندك تيمز في بلاد كتيرة جدا، تقدر انك انت تستغل اكتر من 140 دولة جناس بتشتغل فيهم، تبلد فيهم نتوركس، وتقدر انك انت تعمل اكسبانشن كبير جدا للفريق بتاعك. النقطة التالتة في دعم كايزن اورجانيزيشن هي البيزنس تولز. والبيزنس تولز خليني اقول لك ان هي واحده من اهم الحاجات اللي موجوده عندنا. بيزنس تولز هي عباره عن ايه؟ البيزنس تولز هي عباره عن كايزن سيستم بوك. كايزن سيستم بوك هو عباره عن الكتاب اللي مكتوب فيه كل حاجه، هو دستور كايزن اورجانيزيشن. ما ينفعش النهارده واحد دكتور يشتغل من غير السماعه بتاعته، ما ينفعش محامي يشتغل من غير الروب بتاعه، ما ينفعش نتوركر يشتغل من غير البيزنس تولز بتاعته. البيزنس تولز هي عبارة عن الخريطة اللي موجود فيها كل حاجة، من لحظة بداية أي شخص معاك في الفريق للحظة ما الراجل دوت يوصل لحد ما يبقى الدايموند دايركتور جوه الفريق بتاعك. خليني أقولك البيزنس تولز اوعى تفوت فرصة انك انت تشتغل بيها. البيزنس تولز بالنسبة لنا بنقدس الاكتيفيتي ديت، او بنقدس الحاجة ديت، لان الحاجة ديت يمكن هي سر نجاح ناس كتير جدا جدا جوه الشغل بتاعنا. لو انت لسه ما جبتش الكايزن تولز، اقفل الفيديو دلوقتي، كلم الابلاين بتاعك قول له انا عايز البيزنس تولز دلوقتي حالا، لان في راجل كان بيتكلم وقال من غير البيزنس تولز دي انا مش هعرف انجح جوه البيزنس ده. في النهاية انت عرفت مين الهيكل بتاع العربية، وهو صناعة النتورك ماركتينج او التسويق الشبكي والبيع المباشر دايركت سيلينج، وعرفت مين المحرك القوي العنيف جدا اللي اسمه شركة جناس، وكمان عرفت المعلم اللي هيعلمك ازاي تعرف تسوق العربية. بس الفكرة كلها في الاول وفي الاخر لازم تعرف حاجة واحدة بس،
ان اتس اول اباوت يو. الموضوع موضوعك انت. لو اخدت القرار النهارده انك انت من اول يوم دخلت فيه الشغل عينك على النجاح بتاعك وبس، ساعتها هتنجح. لان بمنتهى البساطة جدا، زي ما المطر بيفتت الصخر مش من قوته، من استمراريته، لازم تعرف ان انت طول ما انت مستمر وبتشتغل بكل ما تمتلك من قوة اكيد هتنجح. بس نجاحك او نجاحك متوقف عليك انت بس، لان شعار كايزن اورجانيزيشن الاوحد والاقوى هو It's all about you, It's all about you, It's all about you. دي النقطة الاولى. النقطة التانية، لازم تعرف كويس جدا ان الشغل ده مش محتاج مهارات، وحتى لو عندك مهارة لازم تعرف ان في مهارة اهم من كل المهارات اللي في الدنيا، هي مهارة الشغل الكتير. وبمنتهى البساطة جدا، كل ما هتشتغل اكتر كل ما مهاراتك هتتطور اكتر، ولما مهاراتك هتعلى ثقتك في نفسك هتعلى، ولما ثقتك في نفسك هتعلى، كل هدف كتبته في يوم من الايام على ورقه هيكون حقيقه على ارض الواقع. فعشان كده اشتغل كتير وافهم ان نجاحك من نجاحك هو مسؤوليتك انت. It's all about you. علشان كده كل اللي عايزك تعمله حاجه واحده بس. اول حاجه، بعد ما تشوف الفيديو ده لازم تكلم الابلاين بتاعك وتساله ازاي البدايه الصح، اللي من خلال حاجه اسمها الكيز اوف سكسس او مفاتيح النجاح. روح للابلاين بتاعك واساله، قول له ايه هي مفاتيح النجاح، انا عايز اعرف ايه هي مفاتيح النجاح دي عشان عايز ابتدي احسن بدايه، زي ما الراجل اللي في الفيديو ده كان بيتكلم، عايز ابتدي بدايه قويه، عايز ابتدي بدايه صح. خليني اقول لك، الشخص اللي هيقعد معاك القعده ديت هو الشخص اللي يمكن كان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في دخولك في الشغل دوت. اسمع كلام الشخص دوت، اتبع الارشادات بتاعت الشخص دوت. عندنا مقولة مهمة جدا بتقولك without your coach you will never approach. من غير الشخص الكوتش او الشخص اللي بيعلمك الشغل دوت، عمرك ابدا ما هتقدر توصل لاي حاجة في الشغل دوت. اسلام في يوم من الايام كان عنده كوتش اكس واي زد. اي شخص في الدنيا قدر ان هو ينجح كان عنده شخص منتور بيعلمه ازاي يعرف يشتغل الشغل دوت. ارجع للشخص دوت دلوقتي وقول له انا خدت قرار ان اكون واحد من الناس السوبر في البيزنس دوت، واحد من الناس اللي هتسيب بصمه جوه الشغل دوت، وعايزك تساعدني ان احنا نعمل الكلام دوت مع بعض. واخيرا congratulations في اسره جناس وفي اسره كايزن اورجانيزيشن. ويلكم تو كايزن اورجانيزيشن، ويلكم تو جناس، ويلكم تو ذا فاميلي، ويلكم تو ذا جيرني. اهلا بيك في احسن واقوى وامتع رحله ان شاء الله هتساعدك للوصول لكل هدف وكل حلم كتبته في يوم من الايام على ورقه. واوعى تنسى شعار كايزن اورجانيزيشن وشعار شركه جناس. وان تيم، وان فاميلي، وان كايزن، اند وان جناس.